أنا خالد، 24 عاما، مغترب في ماليزيا. تمضي في حياتك بشكل طبيعي حتى تقرر أن تجرب الغربة. عندها تنقلب حياتك رأسا على عقب. فعندما تغترب يغترب كل ما فيك، حتى طباعك تصبح غريبة عنك. شعور مضطرب لا يحسه إلا المغترب. تكره الغربة أشد من كره اليتيم لقاتل أمه. ففي رحلة الغربة يصبح لديك أكثر من وطن، والوطن يصبح من الذكريات. الغربة مدرسة تعلمك أقصى الدروس، هي معركة فيها تكون أو لا تكون. لا تحكي لغيرك عما تعانيه في الغربة، فلن يفهمك إلا من ذاق من نفس الكأس. عندما تعود إلى الوطن ترى كل شيء قد تغير، ولكن ما تغير فعلا هو قلبك. قد تسلب الغربة أجمل ما فيك، ولكنها ستصنع منك العجب. في هذه الرحلة لا شيء يعود كالسابق، ولا شيء يبقى على حاله. في نهاية الطريق سترى بأنك أصبحت صخرة تسند الجميع. فكن أنت، ولا تجعل الغربة سببا لهزيمتك.